خدت ايه؟ دي قالت لي بوكت ماني والباقي في فرنسا لما توصل. انتوا ناويين تاكلوا؟ انت على فكره انا قلقان جدا من اول ما قعدت الكلام كله بعيد عن الفلوس، مش عايزين تجيبوا سيره الفلوس وكده قلق بصراحه. اتفضل. كام دول؟ 100,000 يورو. 100,000 يورو؟ ايوه كده. بص ايوه كده حبيبي، اي لاف يو. ودول اخرج بيهم بقى من فرنسا ازاي بقى؟ ما تخافش هنخرجك. ماشي. اخش بيهم بقى مصر ازاي؟ لازم حد يبقى مستنيني بيهم ولا ايه؟ مش لما تعرف المهمه ايه الاول. ايا كانت المصيبه اللي انت عايزني فيها ايه، اهم حاجه دول استلمهم في مصر. الاخوان. مالهم الاخوان؟ محتاجين مساعدتك. اخوان محتاجين مساعدتنا؟ يا بص يا بص صور يا رامي. يا بص بص يا بص بص يا بص بص. مش انتوا عندكم مثل مصري بيقول يوضع سره في اضعف خلقه؟ ده مثل زي ما قالت ايه ده مثل ايه جاب ده لده؟ انت عارف لو مشيتوا على الامثال بتاعتكم دي بس كان زمانكم بقيتوا اعظم دوله في العالم. عندك حق طبعا طبعا عندك حق. نرجع بقى الموضوع. نرجع الموضوع. عايز سيجاره تاني؟ ما خرمان هتجنن. خلاص ولعي. حاضر يا رامي. انا مفتوح لي النهارده اوبن بوفيه سجاير. انت شكلك لارج وجميل. في موج عالي قوي ضد الاخوان في مصر اليومين دول، واحنا عايزين نعديها باي طريقه. دورك في المسرحيه لازم يتلعب بحرفنه عاليه قوي التركيز عشان ياخد سكسي جامد. طبعا انا هاخد دور بطوله طبعا. المسرحيات اللي زي دي ما فيهاش بطوله، بطوله فيها بتبقى بس يعني بعد اذنك يعني يتحط جنب اسم كده ظهور خاص للقدير رامي انجلو. ممكن اخد فكره عن الدور ايه بقى؟ الكنايس. مالها الكنايس؟ دورك كله في الكنايس. تخيل يا رامي لما نصدر للرأي العالمي ان الأقباط في مصر عايشين احسن اوقاتهم تحت حكم الاخوان. عاشوا سنين طويلة في اضطهاد وما حسوش بالمساواة غير بس لما جم الاخوان. تخيل لو بنوة من شاب قبطي زيك تطلع تقلب الموازين. مش شايف ان الفكرة دي ساذجة شوية؟ رامي ما ينفعش تقول كده للباص. الله ايه يا اخوانا، ده شغل وهاخد فيه فلوس، يعني لازم احلل القرش. ممكن تشرح لي؟ اول المصريين دماغهم ناشفه، ولما بيحطوا في دماغهم حاجه هيعملوها، وطالما قرروا هينزلوا يشيلوا الاخوان يعني هيشيلوهم هيشيلوهم. الناس ما تهمناش. امال يهمكم ايه بالظبط؟ الراي العام العالمي. احنا عايزين الراي العالمي يقف مع الاخوان ويساندهم لو الجيش بتاعكم واقف مع الشعب. كموفلاش يعني. مش البوس بدأ كلامه معاك ان انت هتعمل دور في مسرحية؟ مش كده ولا ايه رام؟ مظبوط، بس ما فهمتش حاجة. ايه اللي انا هعمله بالظبط؟ بكرة انت هتنزل مصر، ومن بكرة هتبتدي شغلك في الكنايس وتستنى مني الاشارة عشان تسجل غنوة وتصورها. ايه اللي هعمله بالظبط؟ انا هقولك عامل ازاي. شعرات، كلمات، تسخين كده في وسط الناس. ادعولي. ادعولي بجد. ادعولي. الفلوس تبقى في مصر، استلمها هناك.